ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة قازان الروسية علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، بعد التحية، ضعنا في ملخص عام لنشاط السيد الرئيس اليوم في روسيا، وأيضا ما تضمنه من حضور لختام قمة البريكس وكذلك اللقاءات التي تمت على الهامش حتى الآن. نعم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل نشاط سيادته صباح اليوم بحضور الجلسة الافتتاحية لقمة البريكس، بالإضافة إلى البريكس بلس، والتي ألقى خلالها كلمة مصر الهامة التي استعرض فيها أهمية تعزيز التعاون بين دول المجموعتين، قائلا أن هذا التجمع أصبح يمثل منصة للصوت الجنوبي أو لصوت دول الجنوب وصوت الدول النامية. وطالب السيد الرئيس بتعزيز آليات التعاون خاصة الاقتصادي بين المجموعتين وبين أعضاء مجموعة البريكس في الأساس، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة في عدد من المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والنظيفة، وفي مجالات توطين التكنولوجيا الذكية، وتسريع وتيرة عملية التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني، نتحدث عن التعليم، الإسكان، البنية التحتية والإنشاءات وغيرها. السيد الرئيس أيضا أكد على أهمية تعزيز دور الآليات التعاون المالي، خاصة بنك التنمية الجديد والبنك الأسيوي للبنية التحتية، وطلب سيادة الرئيس بحل مشكلة الديون وسد الفجوة التمويلية التي تواجه الدول النامية والتي تقدر بأربعة تريليون دولار. وأيضا أكد على أهمية يعني تسوية هذه المشكلة التي أصبحت تعيق عملية التنمية المستدامة. وأكد السيد الرئيس أن آليات التعاون التي تضمنها وتوفرها تجمع البريكس يمثل نموذجا يحتذى به في كل التجمعات الاقتصادية، وأنها أصبحت بالفعل منصة، ليست فقط منصة اقتصادية هامة، وإنما أيضا منصة سياسية تعبر عن صوت الدول النامية. وفي هذا الإطار عرج السيد الرئيس على الأزمات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة، وفي الصدارة منها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان. وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس على أهمية تعزيز نظام عالمي متعدد الأطراف يتعامل بموضوعية ونزاهة وحيادية مع هذه المستجدات، ويعني يتلافى قصور هذا النظام العالمي الحالي الذي يتعاطى ويتفاعل مع هذه التحديات بانتقائية وتحيز. خلال هذه المشاركة الهامة التقى السيد الرئيس مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لقاء مطول كان الأساس في مباحثات الرئيسين هو القضية الفلسطينية وتصاعد العنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة وأيضا ضد لبنان. وخلال اللقاء أكد الرئيسان على وحدة الموقف المصري والجنوب أفريقي حيال هذه القضية، بضرورة تهدئة الصراع وإنفاذ المساعدات بشكل فوري، وأيضا تأكيد على حقوق الدولة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو عام 67. في هذه الأثناء فعليا اختتمت فعاليات الدورة 16 من دورات انعقاد تجمع دول البريكس، وفي الانتظار لعقد الرئيس الروسي الذي تترأس بلاده هذه الدورة مؤتمر صحفي من المنتظر أن يتلو خلاله إعلان قازان الذي يشمل أو يضمن ويحمل عدد كبير من مخرجات هذه القمة، التوصيات للدورة القادمة وغيرها من المحاور المهمة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على رشوان موفد التلفزيون المصري لقمة تجمع بريكس.